وصلت لرياض مرة ثانية رياض ولا لا جول با 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 جول أنت مجنون يا رياض وصلت لرياض مرة ثانية رياض ولا لا جول با 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 جول أنت مجنون يا رياض رياض ولا لا جول با 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 جول انت مجنون يا رياض في منتهى الروعه حطها في الجول يا له من حصه عند غوارديولا ساتركك لاخر مباراه لتطلق اخر صاروخ تطلق ما ستطلق رصاصه الرحمه وتسجل هدف الفوز الجول الثالث ولا اروع من رياض حطها باليمنى في الجول نعم انت مجنون يا رياض تفعل هكذا فعلا بهذه الكيفية وهذه الطريقة جندوغان العبها